كيف نشرح الكتاب؟ كيف يا أخي اترك الكتاب، كيف نشرح أمر سهل؟ لابد أننا نسير، أعطني القلمين حتى نرتاح من هذا القلم، حتى نرتاح وتمشي على وتيرة واحدة. ماذا تصنع؟ تدرس أصول ثلاثة، قواعد أربع، كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن ابن عثيمين رحمه الله يشرح لك التوحيد، تعريف التوحيد في الأصول الثلاثة، هنا يكرر تراجع. لكن لو تأخذ مثلا شرح ابن عثيمين من الأصول الثلاثة رحمه الله، والشيخ الفوزان لكتاب التوحيد حفظ الله حفظه الله، هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تفريع وهذا تفريع، لا تستقيم معك الأمور، وبعد هذا تقول والله لا أدري هذا هو قول ابن باز رحمه الله أو قول الفوزان حفظه الله أو قول ابن عثيمين رحمه الله الجميع. لا، تمشي على وتيرة واحدة. كان الواحد من السلف يأتي لعالم من علماء السلف يأخذ عنه العلم، ثم ينتقل إلى العالم الآخر، ثم هذا الشيخ الآن لو تتلمذ على ابن عثيمين رحمه الله وأخذ كل مؤلفات ابن عثيمين وضبطها، إيش يخرج؟ ابن عثيمين ثاني. لكن هذه المشكلة، أن هنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في شرح، وتختلف عليه الأمور فيها حتى يصير أظل من ثوم حكيم. لا، تمشي على تعريف واحد، على تقسيم واحد، على شرح واحد، ونحن نريد نمشي في هذا الكتاب على القول المفيد، شرح الشيخ بن عثيمين لكتاب التوحيد رحمه الله الجميع. طيب، الشرح هذا كيف سيكون؟ سيكون إذا الكتاب المعتمد ما هو؟ القول المفيد للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. عندنا ملخص لهذا الكتاب، لكن الملخص لا يبني على الكتاب الأصلي. طيب، كيف سنشرح الكتاب بإذن الله؟ نريد أن نعرف التعريفات والتقسيمات. يقول كتاب التوحيد، ما هو التوحيد؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بما يخص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى. هكذا تضبط التعريفات التي في الكتاب. الثاني التقسيمات، يقول مثلا وقضى ربك، تقول القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. إذا هذا الأمر الثاني، الأول تعريفات، الثاني التقسيمات، الثالث نريد أن الكتاب يرتبط. كيف يرتبط؟ أي آية أو حديث تحت الباب لابد نذكر مناسبة الآية والحديث للباب. إذا ربطنا ماذا؟ الآيات والحديث مع الباب، ثم نربط الباب مع كتاب التوحيد، فارتبط الكتاب بأكمله. هذا الشرط. يعني مثال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب، تحت هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا. ما علاقة هذه الآية التي نزلت في نفس الضراب بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لابد نعرف المناسبة. تمام، الترجمة اللي هي الباب، باب ما جاء في المصورين، ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ تقول التصوير خلق وإبداع ومضاهاة لخلق الله، وله علاقة بتوحيد الربوبية وتعدي على حق الله سبحانه وتعالى، أو أول شيء حدث في الأرض شبهة التصاوير والتماثيل، وله علاقة بكتاب التوحيد. يعني ممكن واحد يأتيك ويقول هذا الباب باب ما جاء في المصورين لابد أنه خطأ بعض النسخ، أنه بعض النسخ ذكر هذا الباب وهذا له علاقة بكتب الفقه حتى ارتبط الكتاب بأكمله. هكذا نريد نشرح الكتاب فقط، الآيات والأحاديث مع الباب، الباب مع الكتاب، ويرتبط الكتاب بأكمله. قبل أن نبدأ بالشرح نريد نعرف فهرسة مختصرة لهذا الكتاب. لو أردنا أن نفهرس أو نختصر هذا الكتاب، نختصر ونقسم هذا الكتاب إلى عشرة أقسام. كم قسم؟ عشرة. سهلة جدا بإذن الله تعالى. القسم الأول مقدم، والمقدمة تحتوي على خمسة أبواب، هذا القسم الأول. الثاني
تفسير التوحيد وفسر التوحيد المؤلف بضده وبضد أن تتبين الأشياء، ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم ودحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات. أطول قسم في الكتاب هو القسم التاسع، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، ثم خاتمة الكتاب. أسأل الله يختم لي ولكم بالتوفيق. كم قسم؟ من يعيد الأقسام؟ سبحان الله. يقول ما قلت لمحدث قط أعد عليه. القسم الأول مقدمة، خمسة أبواب عندنا، مقدمة وخاتمة، هذه قسمين تمام؟ مقدمة ثم تفسير التوحيد، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحت حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة بالجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية، الألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخاتمة. هذه أقسام عشرة للكتاب. الكتاب هذا الكتاب فيه 67 باب. إذا حسبنا الباب الأول، لأن الباب الأول قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس، الباب الأول هذا نريد نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد هكذا. طيب صارت كم باب؟ 67 باب. وكم قسم؟ 10 أقسام.